وإذا كان ثمة فتوى في البلد معمول بها بأن تخرج نقد والناس لا يقبلون إلا النقد، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجزئ إخراجها نقدا. فقد حدثني أناس من جهات عدة أنهم لا يقبلون الطعام في بلدهم، فهؤلاء يجوز لهم أن يخرجوها من النقود لأنه بدل الواجب عند العجز عن فعله، فالنقد بدل وليس أفضل.